اليوتيوبرز المغربية صوفيا تيت مدرس او لا صوفيا الحيان، اللي صراحة صدمات المتابعين ديالها اليوم بواحد ستوري اللي نزلاته في الحساب ديالها بالانستغرام، اللي صراحة كل شي كيقول بان صافي راه تخاصمات هي والزوج ديالها وقرابين يوصلوا للنهاية. فخليكم معايا متابعة الكرام باش تشوفوا اشنو قالت بالضبط والدليل على هذا الكلام اللي قالت. فنزلت عبر الحساب ديالها الرسمية قالت من خلاله للأسف كتكون كتخطط لشي حوايج كديرهم، ولكن ربي كيدير داكشي اللي بغا، كل شيء من الخير، عمرني غادي نتأسف لخسارتي لشيء ما او شخص ما، لانني دائما ما كنعطي للطرف الاخر غير الخير، فإلا خسرني كيكون هو الخسر الاول والاخير. اكيد لا يهمني كلام الناس وما كتهمني الشماته ديالهم قد ما كتهمني راحتي النفسيه، فاي واحد غيتشمت فيا من هذا الشيء اللي غتعرفوه من هنا لقدام كنقول لكم غاخذوا راحتكم، ما غتغيروا فيا والو لطالما كنت الداعم النفسي الاول والوحيد لنفسي. فمن بعد ما نشرت صوفيا تيت مادرز هاد الستوري عبر الحساب الرسمي ديالها، صراحة بزاف ديال الناس اللي كيتسالوا كيقولوا اشنو وقع، لان هي ما عطاتناش راس الخيط من غير انها قالت هاد الكلام، خصوصا داكشي اللي قالت في الاخير ملي قالت يعني اي واحد غيتشمت فيا من هادشي اللي غادي تعرفوه من القدام كنقول لكم غير خذوا راحتكم، يعني اكيد كاينه شي مفاجاه، اكيد كاين شي حاجه اللي غادي يخلي بزاف ديال الناس يتشمتوا فيها كيف ما قالت هي. فاللهم لا شماتة، حنا ما كنشمتوا في حتى شي واحد وكل شيء بالمكتب. فحتى لهنا متابعينا الكرام كنكون وصلت لنهايه الفيديو، كنشكركم على المتابعه والاستماع، كنقول لكم السلام عليكم، خليتكم على خير، نلقاكم فيديو جديد باذن الله، فنهاركم بروك وتهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم.